السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان الطلبة أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم في محاضرة رحاب مدرسة نت، ومع موضوع من أهم المواضيع في هذه الحالة وهو التطبيقات حول قوانين نيوتن. إذن نتطرق اليوم إلى دراسة حركة السقوط الحر لجسم صلب في الهواء بإهمال قوى الاحتكاك. إذا دراسة حركة السقوط الحر لجسم صلب في الهواء بإهمال قوة الاحتكاك، يخضع أي جسم صلب ذو الشكل الانسيابي في المرجع الأرضي الجاليلي لتأثير مجموعة من القوى، أولا الثقل، ثانيا دافعة الخامس وقوة الاحتكاك. حتى يتحرك هذا الجسم الصلب بحركة السقوط الحر لابد من توفر بعض الشروط. الشرط أن يكون الجسم ذو كثافة عالية، أي إهمال دافعة الخامس، يعني تكون له كتلة وكثافة وحجم كثافة عالية. أن يكون الجسم أملس، أي إهمال مقاومة الاحتكاك أمام الثقل، وبالتالي يخضع الجسم في هذه الحالة إلى قوة وحيدة وهي قوة ثقله فقط. إذن دراسة حركة السقوط الحر لجسم كروي صغير في معلم أرضي فضائي جاليلي، فضائي يعني ثلاث محاور إكس إيغريك زد وجاليلي يعني عطالي، لابد أن يكون ثابتا أو متساكنا. إذن هذا المعلم كما نلاحظ هنا يتكون من ثلاث محاور إكس وشعاع وحدة إي وإيغريك شعاع وحدة جي وشعاع زد أو محور زد وشعاع وحدته ك. هذا الجسم الكروي الصغير يمكن أن ينزل وفق محور من ارتفاع اش من سطح الأرض. إذن معلم الدراسة هنا هو المعلم او اي جي ك. تسجيل هذه الحركة يعني حركة السقوط لحركة الجسم الكروي الصغير في معلم أرضي جاليلي يتم كما نلاحظ هنا مسار الجسم الساقط أو الجسم الشقولي، حركة مسار يعني يكون شقوليا في مسافات متباعدة، يعني من انطلاقا من نقطة O إلى الأرض فمن ارتفاع Z. هذا تسجيل الحركة في هذه الحالة. الدراسة التحريكية لحركة السقوط الحر بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة السابقة. هذه الجملة مكونة من الجسم الكروي يخضع إلى قوة وهي قوة الثقل ويتحرك على المحور او زد. إذن لدينا مجموعة القوى المؤثرة هنا هي قوة واحدة وهي بي ثقل تساوي ام ا جي. بتعويض عن الثقل بالكتلة في جي تسارع الجاذبية الأرضية وباختزال الكتلة من الطرفين نجد أن ا جي تساوي تسارع الجاذبية الأرضية جي. هذه العلاقة الشعاعية تسمح بكتابة إحداثيات شعاع تسارع حركة السقوط كما يلي. بناء على معرفة إحداثيات شعاع تسارع الجاذبية الأرضية التي هي إحداثياتها X, Y و Z، فG تكون وفق X تساوي صفر وفق Y تساوي صفر، ويكون ناقص G في هذه الحالة يعني لأن المحور موجه للأعلى وبالتالي تكون عكس اتجاه المحور وجي موجهة للأسفل. نجد المعادلات الزمنية للحركة لتسارع مركز عطالة الجملة. أجي اللي هو تسارع الحركة يعني وفق المحور X, Y, Z، فأزد تساوي ناقص جي وآي جراك تساوي صفر وآي إكس تساوي كذلك الصفر. نلاحظ أن الحركة تتم على محور واحد فقط هو أوزد، وبالتالي فإننا نقول طبيعة الحركة في هذه الحالة حركة مستقيمة متغيرة بانتظام. المعادلة التفاضلية للحركة، نحن نعلم أن التسارع آ شعاع التسارع هو المشتق شعاع السرعة بالنسبة للزمن. المعادلات الزمنية بدلالة أو المعادلات التفاضلية عفوا بدلالة إحداثية شعاع السرعة، لدينا أ تساوي دي في على دي تي يعني مشتق السرعة بالنسبة للزمن،
فيكون لدينا دي في بالنسبة للمحور زد تساوي دي في زد على دي تي اللي هي تساوي ناقص جي، ودي في إيكغيك على دي تي تساوي صفر، ودي في إكس على دي تي تساوي صفر كذلك. يعني اللي هي هذه نسميها أ زد وأ إيكغيك وأ إكس. حل هذه المعادلات التفاضلية، الحل التحليلي للمعادلات التفاضلية، يتمثل الحل التحليلي في تحديد المعادلات وإيجاد المعادلات الزمنية لشعاع السرعة ولشعاع الموضع بدلالة الزمن. من أجل ذلك يجب معرفة الشروط الابتدائية لحركة السقوط. إذن لتشكيل المعادلات الزمنية لابد أن نعرف شروط الابتدائية للحركة للسقوط. نختار في هذه الحالة المعلم مبدأه O ومحور الأول X وشعاع الوحدة E والثاني J والثالث K، بحيث يكون المبدأ النقطة O هو موضع مركز العطالة، يعني مركز العطالة يكون منطبق على المبدأ. في اللحظة T تساوي صفر لحظة انطلاق من السكون، إذن هذه الشروط: السقوط يبدأ بدون سرعة ابتدائية أي V0 تساوي صفر عند اللحظة تساوي صفر، وبالتالي تكون معادلات السرعة الابتدائية يعني في اللحظة T تساوي صفر، فيكون عندها T تساوي صفر VJ T صفر تساوي V صفر، و VX تساوي VOX تساوي صفر، و VY تساوي VOY تساوي صفر، و VZ تساوي في او زد تساوي صفر، لأنه ينطلق من السكون ببساطة، لذلك كل السرعة على المحاور الثلاثة تكون معدومة. معادلة الفاصلة الابتدائية اللي هي الانتقال عند تي تساوي صفر، او جي اللي هو انطلاق من المبدأ إلى مركز العطالة، يكونوا منطبقين على، وإحنا تكلمنا في الشروط أن يكون مركز العطالة منطبق على المبدأ، او جي صفر تساوي، يعني عندنا x تساوي صفر، y تساوي صفر، وz تساوي صفر. إذن هذا تحديد الشروط الابتدائية. شعاع السرعة في كل لحظة حسب المعادلات التفاضلية السابقة. نحن قلنا أن التسارع A تساوي dv مشتق شعاع السرعة على الزمن، وبالتالي يصبح يعني dvz على dt تساوي ناقص g كما تكلمنا سابقا، dv y على dt تساوي صفر، و dv x تساوي الصفر كذلك. هذا من هنا يمكن أن نستنتج ال vj يعني السرعة في هذه المحاور. vx تساوي صفر، vy تساوي صفر، أما vz فهي يعني هنا عن طريق تكامل تساوي ناقص g t، ناقص g t. ومنه قيمة السرعة في كل لحظة عبارتها الجبرية هي VJ تساوي VJ في كل لحظة وتساوي JT. لماذا هنا أخذنا JT؟ لأن بالقيمة المطلقة، يعني لا يهمنا إشارة الاتجاه في هذه الحالة. تمثيلها البياني لهذه الحركة يعني يكون كما يلي: بالنسبة للسرعة، محور السرعة بالنسبة للزمن يكون تتزايد السرعة يعني انطلاقا من السكون، وتتزايد حتى تبلغ قيمتها العظمى في نقطة الوصول، حيث هنا البيان هو VJ تساوي F لT. شعاع الموضع، نحن نعلم أن V السرعة هي مشتق شعاع الموضع بالنسبة للزمن. نحصل على الإحداثيات الكارتيزية أو الديكارتية X, Y, Z بكذلك كما تطرقنا لشعاع الموضع بطريقة نفسها التي تحصلنا عليها على السرعة من إحداثية شعاع السرعة. ومنه OG X تساوي صفر، Y تساوي صفر، وZ تساوي ناقص واحد على اثنين GT مربع. يعني المعادلة الزمنية للفاصلة أو للموضع في هذه الحالة هي ناقص واحد على اثنين جي تي مربع. وقلنا أن ناقص هنا تمثل اتجاه المحور، عكس اتجاه المحور مع اتجاه التسارع الجاذبية الأرضية. لو فرضا أن يكونوا في نفس الاتجاه، إذن نتخلص من الناقص ويصبح زائد. التمثيل البياني لمخطط الحركة يعني مخطط الفاصلة يكون هنا عبارة عن قطع أو فرع من قطع مكافئ. كما قلنا محور زد موجه للأسفل،
وبالنسبة للزمن تتزايد مع الزمن، حيث عبارة عن فرع من قطع مكافئ بنهاية حدية عظمى عند مبدأ الإحداثيات. هناك حالة خاصة أخرى في حالة القذف الشاقولي نحو الأعلى بسرعة ابتدائية، يعني ممكن أن يتم قذف شاقولي للأعلى. في هذه الحالة يكون السرعة الابتدائية غير معدومة وقيمتها معلومة وثابتة، وعملا بالشروط الابتدائية المختارة كذلك، فإن كما نلاحظ هنا انطلاقا من النقطة O ينطلق المتحرك نحو الأعلى بسرعة V0، والثقل نحو الأسفل P، وهنا سطح الأرض. تكون المعادلات الزمنية كما يلي: V J في كل لحظة في هذه الحالة، Vx تساوي صفر، Vy تساوي صفر، وVz تساوي ناقص Jt زائد V0. هنا تدخل السرعة الابتدائية لأن السرعة الابتدائية في هذه الحالة غير معدومة. وOj كذلك تساوي x تساوي صفر، y تساوي صفر، وz تساوي ناقص 1 على 2 Jt مربع زائد V0 في t. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا أعزائنا الطلبة.